صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. هنقرا النهارده لبرج الحمل قراءه العاطفيه. طيب ندخل على طول في الموضوع. الطاقه العامه لبرج الحمل، ودي طبعا انا دايما بقرا قراءه عاطفيه عشان ما حدش يجي يقول لي عمل والحاجات دي، فانا على طول بقرا قراءه عاطفيه يعني. طيب اول حاجه الطاقه العامه لبرج الحمل. برج الحمل شكلك لقيت حاجة حلوة قافل عليها بالضبع والمفتاح، او قافل على حاجة، يا بتقفل شابتر من حياتك، ده اللي هنشوفه بعد كده في الورق، يا بتبدأ حاجة جديدة. ممكن تكون داخل علاقة جديدة يا برج الحمل، الله اعلم. طب نشوف طاقة الشخص اللي احنا هنتكلم عنه. ايه ده، دي طاقة شخص حكيم جدا، شخص معلم، او شخص، او طاقة مأذون كمان. طب نشوف اللي بعدين، انتصار او فرح. الزهر كده يا برج الحمل انك هتتجوز، هنشوف. اول حاجة بس انا بعمل القراءة بتاعتي قراءة المراية، طاقة الشخص قدام طاقة، وبعد كده النصيحة. اول حاجة مشاعر الشخص ايه، اتجاه الشخص ده شايفنا الاستقرار كله بقى. يعني الاستقرار على اكمل وجه، لان انا بص حتى شفت هنا ايه، انتصار، في حد لقاك وهينتصر بيك. هو خلاص يعني، وبعديه كمان خلي بالكوا استنوا، بعديه كمان الحب كله، انتوا جاي لكم عرض حب او خلاص جالكوا يعني، والشخص ده شايفكوا تنفعوا، لو انت بنت تنفعي الزوجه المثاليه او يبني معاكي الحياه عموما، ولو انت ولد هي شايفاك ماميه تنفع الاب الجميل واللذيذ والزوج الفرفوش. طيب نظرته لينا ايه؟ لان المشاعر غير النظره. ممكن اكون بحب حد بس باصص ان هو عقله صغير شويه، محتاج نضج، محتاج يكبر كده يعني. فهو نظرته لينا ان احنا او انتوا يعني كبرج حمل شخص خيالي شويه نوعا ما، او شخص مندفع في الحب، او سيبكم من ده كله، هو شخص حبوب، شخص ينفع ان احنا نبدا معاه علاقه حب، مقدم عرض. هو شايفكم على فكره، انتوا كمان مستقبلين العرض ده، لو هو هيقدم لكم عرض فانتوا شايفكم ان انتوا تنفع تستقبلوا العرض ده، او انتوا اصلا قلبكم مفتوح للحب ومستعدين في اي لحظه، هوب كلمه بحبك اردها انا كمان بحبك يعني. طيب سوري قطعت الفيديو، نرجع تاني. اوكي فدلوقتي نظرة الشخص ده لينا ان هو او احنا شخص حبوب جدا، ينفع ان هو يستقبل علاقة الحب دي. طيب نظرته ايه للعلاقة بقى؟ نظرته للعلاقة ان هي علاقة هيبقى اساسها حب حلو قوي 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 قوي، وان هي علاقة يعني مش كعلاقة بس، نظرته كمان للعلاقة كشاملة بقى، كانتوا بقى اللي في العلاقة او الطرف التاني، بان انتوا تقدروا تستقبلوا الحب ده. بصوا ان الكارتين دول اتنين بيقدموا عروض، هو شايفكم انتوا الاتنين حد حبوب قوي، وحد ينفع ان هو يعني يعطي حب. الشخص ده الظاهر والله اعلم ان هو شخص ترابي او مائي، يعني حاجه من الاثنين، يا ترابي يا مائي. اوكي، لان انا برضو الكارت اللي بعديه كارت برج الحوت، طيب او السرطان او العقرب يعني. اوكي طيب احنا بقى بصين له ازاي؟ احنا بصين للشخص ده مشاعرنا ايه ناحيته؟ احنا مشاعرنا من ناحيته مشاعر لسه ما تأكدناش منها قوي، ولكن في مشاعر يعني، برضو بنبص للموضوع. هو شايفنا الاستقرار كله، هو ظهر ان في حد العلاقة دي، حد عرض على حد، خطوبة جواز او علاقة، حتى في بادئ الموضوع شكله موضوع لسه في اوله، فاحنا لسه مش متأكدين من مشاعرنا قوي، بس هو شخص، بس انتوا واثقين قوي في نفسكم او واثقين فيه برضو، يعني انتوا مش شاكين في العرض اللي هو جايبه، ولكن لسه مش متاكدين من مشاعركم قوي، بس في مشاعر اهم حاجه. طيب نظرتكم ليه ايه بقى؟ شخص بينتظر شويه، او شخص بطيء شويه. انا ارجح ان هو برج ترابي، ان البرج الترابي بطيء، برج الترابي بصراحه بطيء. فهو شخص
بيشتغل على حاجة بس بيقعد بقى يعني يتأخر قوي عقبال ما يقرر ويقول بقى انا هقول بحبك امتى او كذا، يعني عقبال ما يخرج مشاعره وعقبال ما يبدأ البداية الجديدة اللي هي احنا عايزينها بيكون فات وقت مش لطيف شوية. انتوا برج ناري طبعا متحبوش الموضوع ده خالص، مع ان هو شايفكم ان انتوا بصوا مية مية، يعني ان انتوا ناس بتتحركوا وناس مقدمة عرض، الظاهر ان انتوا بتقدموا عرض لحد يا برج الحمل او معجبين بحد، ممكن تكونوا معجبين بحد وهو شايفكم ان انتوا مقدمين العرض ليه، بس انتوا شايفينه راجل بطيء قوي. طيب نظرتكم ايه للعلاقة؟ الدف الموت، مش معناه وحش، نظرتكم للعلاقة ان هي علاقة ممكن تعمل ولادة جديدة. يعني ايه ولادة جديدة؟ يعني علاقة نبتدي بقى حاجة جديدة. اقول لكم على ايه كمان ده اللي فسر الموضوع ده، انتوا عايزين تبتدوا مع الشخص ده يا برج الحمل حياة جديدة، عايزين تبتدوا معاه علاقة حلوة لان انتوا قفلتوا الدايرة، عايزين تبدأوا بقى شابتر جديد معاه، الظاهر كده ان انتوا خارجين من علاقة سابقة وعايزين تبدأوا مع الشخص ده بداية حلوة. او ممكن نرجح برضو، ترجيح مهم برضو في الموضوع ده، ان هو شخص قديم وانتوا يا برج الحمل سوري وانتوا يا برج الحمل عايزين تبتدوا بداية جديدة معاه ومقدمين له العروض بقى للمصالحة، ما تيجي هنا وانا احبك بالمعنى الادق كده، يعني بصوا الكارتين واحد بيقول ما تيجي هنا وانا احبك خلصت، فانتوا مقدمين له بس هو بقى بطيء قوي للاسف، بطيء بطيء في اظهار المشاعر قوي، بس هو شايف كل الاستقرار كله، هو شخص قديم هو شايف كل الاستقرار كله، وانتوا بقى هنا منتظرينه ومش عايزين تاكدوا على مشاعركم قوي الا لما تعرفوا الشخص ده هيجي ولا اخلع ولا ايه، عشان انا برج ناري انا بتخنق بسرعه. طبعا انتوا انا مش برج ناري. طيب وطبعا شايفين انها بدايه ايه جديده. طيب بما ان الشخص ده بطيء والحاجات الجميله دي، بس احب اقول لكم ان هو بيفكر فيكم وهيبقى في انتصار، لو هو شخص قديم وانتوا مقدمين له عرض مصالحه او شخص جديد وهو اللي مقدم العرض، في كلا الحالتين فهيبقى في انتصار، وده كارت المأذون عايز يتجوزكم، مبروك يا برج الحمل. طيب النصيحة بتاعته ايه؟ نصيحته الظاهر لو هو شخص شكاك او شخص قديم بقى وانتوا بتحاولوا تصلحوه تاني، النصيحة بتقول له اخرج من مخاوفك وابدأ البداية الجديدة دي، النصيحة بتقول له اخرج من المخاوف دي وابدأ البداية الجديدة، لان الظاهر كده ان هو شخص عنده هواجس بيفكر كتير قوي 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 قوي، ممكن يبقى ترابي ممكن يبقى هوائي برضه، فهو شخص عنده مخاوف. لو شخص جديد فهو خلي بالكو حتى لو مقدم لكو عرض يعني، او مش مقدم لكو عرض بمعنى ادق، حتى لو هو شخص انتوا لسه داخلين معاه كده في علاقة، هو شخص بيفكر كتير جدا عنده هواجس كتير جدا بتيجي في دماغه. النصيحة ليكم انتوا بقى استمروا في اظهار المشاعر واستمروا في تقديم العروض، بس خلي بالكم الكارت ده بيحمل معنيين. بصوا بقى ده شخص بيقدم عرض بس واقف، شخص واقف يعني لا بيروح ولا بيجي، فالكارت ده النصيحة ليكم لو انتوا بتقدموا عروض ومستنيين، لو انتوا اللي مقدمين العرض ده يا برج الحمل ومستنيين، خليكم واقفين في مكانكم ما تمشوش، لان الراجل ده معاه عرض في ايده اهو ممكن يلف ويمشي، اوعى يا برج الحمل، الشخص ده بيحبك، ممكن يكون الشخص ده عنده هواجز يا برج الحمل، ممكن يكون لو هو قديم لسه زعلان منك او خايف منك، فما تمشيش بليز، خليك ثابت اقف، ولو انت شخص جديد ما تخافش برضه، الشخص ده هيتخلص من اللي عنده ويجي لك، لانه بصوا بقى في كل الحالتين هو شايفكم انتوا الاستقرار، شايفكم حاجه جميله جدا، انتوا الاكتمال، اكتمال كل حاجه ليه حلوه. طيب دي القراءه العامه، هناخد دلوقتي نحط الورق كده عشان يبقى ترسيمه صح.
خلينا بقى نشوف الناس اللي منفصلة او المبتدأ 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 الناس اللي مش مع بعض حاليا، مش عارفة اقولها، مبتعد عن بعض، مبتعدين عن بعض. ايوه بالظبط كده، برج الحمل. خلينا نقول هل الشخص ده بيفكر في الرجوع ولا لا؟ بلاش كلمة هيرجع امتى، لان ده مستقبل، انا مبحبش اشوف المستقبل. خلينا نشوف النية هي اللي بتتحقق، يعني لو شفت له نيته انه يرجع ممكن يرجع فعلا، عشان ما نكونش متعلقين بالورق يعني. خلينا نشوف الاول، بس اول حاجة حال الشخص ده ايه دلوقتي، الشخص اللي انت متعرفش عنه حاجة او بتراقبه على السوشيال ميديا، الشخص ده حاله ايه دلوقتي يا برج الحمل؟ برج الحمل الشخص ده حاليا بياخد فترة استراحة بعد الانفصال، سواء انفصلتوا عن بعض او مبتعدين عن بعض، وشاعر بانه مش مخذول ولكن انت رحلت عنه، شاعر بعوارض الانفصال، اوكي، بعوارض، باعراض الانفصال، باعراض الانفصال، بياخد فترة استراحة لانه تعبان قوي، وحاليا هو مخبي مشاعره يا برج الحمل. الشخص ده مخبي مشاعره دايما، بيكون شخص جاف قوي ومخبي مشاعره، لانه هو حاسس ان هو يعني اتخزل منك شوية برج الحمل، فهو مخبي مشاعره حقيقي. طيب المخبي مشاعره ده بقى، الحاج اللي مخبي مشاعره ده، اللي بيضايقني قوي شخص المخبي مشاعره ده، سواء في اعجاب او ارتباط عموما، ناوي يرجع ولا لا؟ في نية للرجوع الحاج اللي مخبي مشاعره، يعني نية مثلا انه يرجع بعد فترة النقاهة اللذيذة اللي ياخدها دي. ساعات بنغلط في الناس والله، بحب يعني عتاب، بس بنبقى بنحبهم مبيبقاش قصدنا. برج الحمل الشخص ده موجوع قوي 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 قوي، والله اعلم، انا ما بحبش حوار العلاقات الثلاثيه، ولكن اشك ان انتوا كنتوا علاقه ثلاثيه، ولو مش علاقه ثلاثيه وهو مخذول قوي، عارفين ده حسره، ندم، وجع قلب بالقوي، لان هو تعبان وراحل، شايل الامه معاه ومتجه عايز يغير اللي حصل ده. الشخص ده ما بيفكرش حاليا غير في شغله، في عمله وبس. هي مش يعني ما تفصلش على علاقة ثلاثية، لان احنا بنشوف ناوي يرجع ولا لا، بس هو بيفكر في شغله قوي قوي يا برج الحمل. وممكن نشوف برضو يعني برضو، طب بعد ما يفكر في شغله في امل برضو، يعني انه حتى يفكر فينا تاني، ولا هو خلاص كده يعني خد العلقة ومشي؟ في امل ان العلاقه تتصلح. ساعات بيبقى فيه سوري يعني في الكلمه، ناس بارده، يبقى العلاقه قدامه ممكن تتصلح وهو بارد كده. للاسف يا برج الحمل، مش للاسف يعني، بس هو حاسس بانه اتخدع، يا انت اللي خدعته يا هو اللي عمل حاجه وصل للموضوع ده. ممكن تكون انت مشيت وسبته يا برج الحمل مره واحده، لانه حاسس بانه اتخدع، لذلك هو ما بينامش. بصوا 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 الكروت عامل ازاي، انت عملتوا فيه يا برج الحمل؟ عاملين زي لما احب انتقم من حد بديله الصابونه زي ما بيقولوا. بصوا موجوع ما بينامش، كل ما يجي ينام يفتكر اللي حصل فيه، ويفتكر ان هو ان انتوا مشيتوا وسبتوه، لذلك هو مفكر في شغل أو لكن الفترة دي لا، مفيش للأسف أي رجوع. طيب مادام مفيش رجوع بقى، يبقى اللي باعنا خسر دلعنا، واللي أذانا هتترد له، والحاجات الحلوة دي. في حد بقى جاي في طريقنا ولا لأ؟ بالصلاة على النبي كده، عشان إيه؟ عشان القلب اشتكى من قلة الاشتكى خالص. وبعدين يقول لك اللي راح إيه؟ تداوي الأيام، مع ان الايام لا بتداوي ولا حاجه، بس هي حاجه بتريحنا وخلاص. عم ضياء قوي في نفسي.
انا عماله افرط لكم الورق قوي عشان تطلع حاجه حلوه كده. هل في اهم سيطرق باب قلب الحمل؟ برج الحمل جاي لك ابو برج مائي اللي احنا شايفينه في الكره الاولانيه. مش بقول لكم ان هو، انا حاسه ان هو شخص معجب بيكم. انتوا مريتوا بفتره وحشه قوي 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 يا برج الحمل، فتره افكار سوداويه جامد قوي، او نقول حاجه، الشخص ده خايف يعبر عن مشاعره وجاي لكم بالعرض، نفس الكارتين بتوع القراءه الاولانيه جاي لكم بعرض حب اهو، بس هيخرج بس من المخاوف اللي هو فيها دي الاول. اوكي، وانتوا كمان، انتوا كمان في مخاوف لو انتوا معجبين ببعض، لان ده برضو شخص مخبي، ما هو الشخص اللي بيخبي مشاعره ده يا جماعه بيبقى عنده مخاوف برضو. اوكي، راجل حبوب قوي، يا حوت يا سرطان يا عقرب، او مش عارفه اشرح لكم ده بعدين، بيبقى برج مائي ولكن في الخريطه، يعني ممكن يبقى هو الشمس الجوزاء مثلا وطالع حوت، فهو بيبقى كده، بس هو حبوب قوي قوي قوي، كله ميه اهو،